إذن عن زيارة رئيس النظام السوري إلى الصين وسط الرفض الدولي للتطبيع معه والتأكيد على ضرورة إيجاد حل في البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من هاتاي الإعلامي السوري مصطفى النعيمي. أستاذ مصطفى حياكم الله. زيارة النظام السوري إلى الصين لا سيما بالطريقة التي سافر بها وهو يستعين بطائرة صينية، وأيضا هناك ملاحظات على مراسم الاستقبال التي حصلت هناك. أستاذ مصطفى، هل ترى أي قيمة سياسية لهذه الزيارة؟ تحياتي لك أستاذ محمد، تحياتي للسادة المتابعين الكرام. نعم، لا شك أن زيارة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد إلى الصين بهذه الطريقة المذلة، وذلك من خلال استخدام خطوط الجوية الصينية بدلا من الخطوط الجوية السورية، هي بحد ذاتها دلالة واضحة على أن الجانب الصيني لا يثق حتى بخطوط الجوية السورية، وبنفس التوقيت النظام السوري لم يعد يثق بهذه المؤسسة المتهالكة، نظرا لأنها لم تعد هنالك عقوبات اقتصادية كبيرة على النظام السوري نتيجة لسلوكياته العدائية. وبنفس التوقيت نتحدث اليوم عن محاولة إعادة تعويم النظام السوري، لا سيما من خلال البوابات المفتوحة، ربما هو الجانب يعني حلفائه، هنا أتحدث عن الجانب الإيراني والروسي والصيني، ربما هي أحد البوابات التي يستثمر من خلالها النظام السوري من أجل إعادة تأهيله مجددا، وذلك من خلال بوابات ربما كانت عبر بوابة الرياضة، وربما قد نلاحظ هنالك أيضا محاولات من بعض الدول التي توصف بالنسبة للشعب السوري كدول محور الشر، التي أذاقت السوريين الويلات نتيجة استدامة الصراع في سوريا والدعم اللامتناهي الذي قدم للنظام السوري. الجانب الصيني من المؤكد أنه ضمن المنظومة الدولية ولا يستطيع تقديم أي من الأموال دون مقابل، وبذلك النظام السوري أيضا لا يستطيع تقديم أي شيء في ظل العقوبات الاقتصادية، كذلك أيضا مصادر الطاقة بالنسبة للنظام السوري خارج نطاق سيطرته، وبالتالي الجانب الصيني لن يتورط في عملية إعادة الإعمار وذلك بموجب القوانين الدولية التي وضعت والعقوبات المختصة بقانون قيصر وغيرها من العقوبات الأخرى التي تنص على عدم إعادة إعمار سوريا في ظل النظام السوري دون تطبيق مقررات مجلس الأمن. ولكن أستاذ مصطفى، هناك من يقول إن الصين قادرة على إعادة النظام السوري للواجهة وبالتالي ضمان إعادة الإعمار، ما صح ذلك؟ لا أعتقد أن لدى الجانب الصيني أن يكون يعني بمستوى القطبية للند للولايات المتحدة وحلفائها بأن يضغط على المجتمع الدولي بأن يمرر تلك القوانين أو يلغي تلك القوانين، وهنا نتحدث عن قوانين سنها الكونغرس الأمريكي بتوافق كامل، وبالتالي أمام هذه القوانين من الصعوبة بمكان أن تقوم الصين بتجاوزها، سواء كان من خلال النفوذ الذي قدم لها مؤخرا ما بعد الاتفاقية التي أبرمتها ما بين الجانبين المملكة العربية السعودية والجانب الإيراني. أعتقد بأن الصين أيضا تسعى من أجل يعني مد يدها لمساعدة النظام السوري، لكن هل النظام السوري يستطيع تقديم أي من التنازلات أو حتى التهدئة؟ أرى بأن جانب يعني النظام السوري وفكرة اللا دولة السورية هي التي تحكم سوريا منذ عقود، وبدلالة أن هنالك يعني ما يحصل اليوم من عمليات تصعيد سواء كان في محيط معبر أبو كمال أو حتى في محيط العاصمة السورية دمشق، وما تقوم به من أنشطة، يعني هنا أتحدث عن الجانب الإيراني، هذا يصطدم مع المشروع الصيني، المشروع الذي يقتصر على الطريق الدولي والاقتصاد والتجارة، في حين أن النظام السوري ربما لا يستطيع تحقيق هذه المكتسبات بالنسبة للجانب الصيني، بالنظر لأن إدارة الدولة السورية اليوم هي باتت خارج نطاق سيطرته، وأصبحت إيران هي من يتحكم بسدة المشهد بالكامل، وبالتالي أمام هذا المشهد أعتقد بأن خيارات الصين ربما قد تقتصر على يعني التمثيل، يعني ما يخص التمثيل الدبلوماسي حسب الزيارة، ومن ثم الانتهاء من تلك الزيارة دون تقديم أي من بوادر حسن النية أو حتى يعني القدرة على تقديم أي شيء للنظام السوري في ظل تلك العقوبات والمراقبة الدولية للأموال المحولة من كل أنحاء العالم باتجاه سوريا، هي يعني ما زالت تحت منظومة سويفت، تخضع لتلك العقوبات، ولا يستطيع أي من الأنظمة المارقة تقديم الأموال للنظام السوري، وحتى من الناحية الاقتصادية نتحدث عن قطاع الطاقة على سبيل المثال، رغم أن هنالك وجود اتفاقيات ما بين الجانبين الإيراني والسوري، إلا أن هنالك صعوبات كبيرة يتكبدها الجانبان الإيراني والسوري في إيصال الطاقة، وبالتالي كيف للصين أن تقدم أي نوع من الدعم، سواء كان الدعم الاقتصادي أو الدعم اللوجستي أو دعم المعدات،
فأعتقد بأنه من الصعوبة بمكان أن تتحقق أي من الاتفاقيات فيما لو أبرمت. وأعتقد أن الجانب الصيني يعني يدرك تماما ماهية المخاطر المترتبة على تجاوز القوانين الدولية. فيما يخص اللاجئين السوريين في دول الجوار، بريطانيا عادت للتأكيد بعدم إمكانية الوثوق بترحيم ترحيب النظام السوري بعودة اللاجئين السوريين من دول الجوار. هل هذا يعطينا مؤشر أستاذ مصطفى ببقاء الرفض الدولي للتطبيع مع نظام بشار الأسد؟ أعتقد بأن المنظومة الدولية برمتها، رغم أن هنالك بعض البوابات التي أتركت مفتوحة، لكنها ترفض النظام السوري نظرا لسلوكياته العدائية تجاه يعني تجاه السوريين بوجه التحديد، ومن ثم حتى دول الجوار. وهنا نتحدث عن نظام يهدد الأمن المحلي والإقليمي والدولي، وبموجب تلك التهديدات أعتقد بأنه يجب إعادة تقييم المشهد السوري وفقا يعني القوانين الأممية. ونتحدث عن مجلس الأمن، لابد من أن يكون هناك تدخل حقيقي باتجاه مجلس الأمن بأن يتم إعادة تقييم المشهد بشكل مفصل، بحيث يتم استصدار يعني قوانين خاصة بالنظام السوري نظرا لتجاوزه هذه يعني هذه الفترة الطويلة من عمليات المجازر الجماعية التي تجري بحق الإنسان السوري على مدار تلك السنوات، واستخدام الأسلحة التقليدية والغير التقليدية، وصولا إلى مسألة من قد عادوا إلى سوريا. هنالك الكثير قد فقدوا في داخل سوريا، وهنالك حتى من جنسيات عربية أخرى ليست فقط من الجنسية السورية قد اختفت في الداخل السوري، وهنالك مطالبات من قبل ذويهم. حتى هذه اللحظة لا توجد هنالك أي بوادر حسن نية لدى النظام السوري عمليا بإخراج هؤلاء المعتقلين أو الموقوفين لديه، وحتى ينكر حتى اللحظة ينكر النظام السوري أن هنالك مساجين، رغم أن هنالك يعني الكثير من الدول تعي تماما هذه السلوكيات العدائية تجاه الشعوب أو تجاه الإنسان بشكل عام، لكنها حتى اللحظة لم تتخذ إجراءات حاسمة، رغم أن هنالك مناشدات من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والدولية والمعنية بحقوق حقوق الإنسان. عبر سكاب من هاتاي، الإعلامي السوري مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لكم.